الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله الخيرة من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ترك لنا محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلك من أمته سعداء وضل عنها المضلون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبة الكرام أيها الإخوة والأخوات ومجمع ومعشر الضيب إن شاء الله تبارك وتعالى محارب نقص وقدبنا إنا محاضراء نقع الصدين مسلمين يعني نكون مقالة بربرة ورمتي هان تطبغن وخيارة أين السؤاشين محاضرة داسو عن ملف ربضان إن شاء الله قص وجيدني إن شاء الله يعني صامرنا وحوي ينكسر القيني محضر داسو يعني عوان كده ونقرأ يضو الكتاب والسنة على محبة رسول الله صلى الله وسلم عليه يعني ضو الكتاب والسنة كتاب كإلهي يعني افتينك أما هو يعني نور كوكبحيي يتلمانته يسنة النبي ويكبحيين على محبة رسول الله صاحب الكتاب والسنة محبة رسولك يعني تلمامدة يا إفتينك كتابك إلهي تبارك وتعالى يا سنة النبي محمد أي كور رمان إفتينك يا عوانك أيوب حيان محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه وحرد والله أنه ولا الليال شيء والبول لقاها الله رمتي أهان وحلو الله يا إبراهيم يا يعني حجج يا أدلة نغلية عغلية وكفر ليه باب كالمركة وباب إسكهائلة ومهمة أو يعني رمتي أهان أصو أدلة سويسكا أدلة واضحة هاي شيء أنا مركي لقاها الله يوحي ترتقى عيدا لي هذا كل حكم في الشرع فرع بعد تصوره شيء والبا مركي شرع بصورة أيو أي مركا لقاها الله مركا محبضه يعني شيء انقسامة أي ييالا نيسا مركا وهو رئيسا وحال لي هذا مركا علماء قيبين أيان أما يعني كتبها اللغات ويكاها اللي وحال لي هذا محبة الصدح قيود بين قرى سايو محبة اللي هذا محبة يعني علاقة والمواصلات والمعاشرة محبة كتب يعني علاقة يسكو حناشها أما يعني حرير كالبضا قف نحمرة محبة اللي هذا فضري أما خلقي اللي يقانو مركا تاهرة هدية عن صورينا مثالا وحين قرى سا علاقة زوجك صاحبك يا صاحبة يعني لبضا محبة نحمر يسوى النبي قبيل صلوات ربي وسلامه عليه أحبيب حبيبك هون ما عصى يكون بغيبك يوما ما وفتاد جعلنا يسوى ما يعني الحمد لله هون نجعله بعصر تقرم ما ما كم ذا لبضي معناها معاشرة يا سلطقن ككوه الشيء يعني معادات نحمران مالك أساس هو يدوح اللي هذا ومحبة ينقضى عليه وحالما إذا بحبة جولي يفضرق اللي هذا ووالدين تقفك وتعالى هذا أولد كيسا وتعالى هذا ومحبة إلهي يقدروا أيضا ككو أبو ريو سيكستيا طبعا الله وضع سكالك عائلبا ما دائما لكن ما دائما هي محبة اللي هي محبة الرضا واللزام محبة يعني الرضا هي اللزام كحصي ليسا وإلهي أكتي سقفك إلو الله تغو أي يعني لازم إيس وما حي محبة سوى تنعى وأنا وضفا لنه وللي هاي يعني محبة الله ومحبة رسوله هذا هو إن شاء الله على وجه الاختصار إنه صوت قامنا إنه أما صوت أرورنا إنه آيات كقرآن كي كبرنا يقفك مسلم كا يعني نبي سينو جعل هذا يا حديثته يا علامات كله قرنا يا أيه إنه قرأيس آيات كوحكم إذا إله سبحانه وتعالى قرآن كيسة أيضاً شذر مفسرين فرنبضاً ورمتي أن هذا إلى نوصة ما حينينا صوت نغرينا إلا صدح مفسر وواوين يا كمدة إلهي تبارك وتعالى قرانك وحكم له يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إلهي رسولك أقبل
أجيبا إذا دعاكم مركيدين كيران لما يحييكم إذنك وحيدين نولين لها بإله الله تبارك وتعالى إذا دعاكم مركيدين كيران لما يحييكم شيء إذنك إذن نولين لها بإله الله تبارك وتعالى كشيء سواح إذا العلماء مركيك الله يعني محبة الرسول وأبواب الخير وقف كيلو لي مات أبواب الخير ودن أمن نبي سينو جعل هذا صلوات ربي وسلام عليه يا الله لعنونا يا محير الشاهد وحاجر الرمير يعرف كاس oo yaani imam tirmidi alayhi rahmatullah ku soo saaray sunankiisa ninki nabi wasaajiga u soo gal jiray oo soo salaada ku jira nabi u yeeray mana wada jiibay bacda dalig nabi wuxuu yiri ala macluuka ya fulan meera ku yeerin hebelow wuxuu rasuulki ilaahay oo salaad baan ku jiray wuxuu nabi waalamta asma qawla allahi ya ayuha alladina amaru istajibu lillahi wa lirasul idha da'akum lima yuhyikum ya qalbi nabi alayhi salatu wasalam ayadoos markaa waxay tilmaamaysaa macnaha الحث على محبة رسول الله سيد ابن بضال أيه الإمام الخدابي عليه رحمة الله أي شيء غير معناه قاته آيات ثانية حكته يعني إلهي تبارك وتعالى قرآن كيسو كل ياسو لهد لين منكي موحدين تاها أحكامت النبي عليه الصلاة والسلام بعد كم ظهرت سكوه يسير صراده وكله رسالة النبي كل واقع يي حدنا قلبي قوض أي كم غريب محبة النبي أي إلهي وحول لي أصغ الله هذا الله إياه فقدان المحبة قل وحاطر قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالا اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسول إلى آخر الآيات وحضر النبي محمد وقال لي هذين كأبياشين أمس يعني أولادين أزواجين تلكين أو كره مثالهان يعني تجارة يقنعسية آت كسبر إسان tijarada iyo ganacsiga aad kasbanaysaan guriyaha aad yani dhisanaysaan oo waaweyn oo yani aad raadiga ka noqonaysaan waxyaalaha noocaas ah Ilaahay soo qaaday wuxuu yiraahaa habbu ilaykum min Allahi wa rasuulihi yani hadii habbu ilaykum min Allahi wa rasuulihi hadii loo kal gacayl badmaado Ilaahay rasuulka dad ka jecelataan oo yani aad ka rajaxdaan oo qalbigiina aad ku mashquulisaan daaro ismahood aad jecelataan وارد يعني أبناء دينا وحا عشيرة دينا قلبي دينا وركوع رمانين كالقعيل كي النبي محمد ها فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله الله يهدي القوم الفاسقين وحاد كرتانا مركيسة إلهي محير القوم فاسقين ما هنوريو أمر كاسنا وحا لوجه ذا وامر العذاب آيات مركة وحا الشيء ساترك المحبة فسق ننو يهي قفك فاسق النبي ذا وقوين او قرأينا يتاين النبي جيسا جعلان وآية صلوات ربي وسلامه عليه inu nabiga sidii calaam waayo marka amru calaamna way noqonaysaa aayadu de xagga dambe ka sheegaysa calaab iyo ciqaab ilaahayna uu ku mutaysanay ya tabaaraka wa ta'ala waxa kamida aayadka yaani qofka muslimka tusinaya inu nabiga sidii calaad salaatu rabbi wa salaamu alayhi aayadii nimankii culimadii reer yahuudaad iyo reer nasaarada ay dhahayaan ilaahay baana jecel ahbaabti ilaahay baana ilaahay wuxuu leeyahay qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'una yahbibkum allah nabi maxamed waxa hadda hadda ilaahay tiicashihiin arigay soo raaca raacidaasi waxay noqonaysaa yacni raacitaanka waxa ka horeeya runtii ahaan oo ka uleysan maxabada waxa loganaya qofku inuu la raaci karin qof uu jecelay inuu la raaci karin markaas wuxuu leeyahay ninka la yaad xasan oo bisri jacala allah da'atahu ala da'atihi yacni wa mahabbatu ala mahabbatihi nabi maxamed hadii aad ilaahay jecelaanayso nabi ilaahay maxamed baad jecelaanaysaa marka aad ilaahayna waad jecelaataa tabaaraka wa ta'ala maxay yaray jacaylka nabi maxamed waa cibaado xuquuq gudbinaya inaad ilaahay jecelaato mana suurta galaysa inaad nabi maxamed jecelaato ilaahayna jecelaan weyd ma suurta galaysa taas marka inaad adeecdo nabi maxamed ilaahayna adeeci weydo marka wuxuu yiri ilaahay adeecidiisa wuxuu ka dhigay adeecidii nabi maxamed yacni jacayl kalgacaylkiisiina ilaahay wuxuu ka dhigayaa jacaylkii sii la jecelaan lahaa jacaylkii nabi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh ilaa gayri dalika min alaayaat yaa waxay ku tusinayaan qofka muslimku inuu nabigiisa jecelaado salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa ka mid ah yacni aayaddii la odhan jiray ninkii hilaal ibn rabiica sida uu sheegay ibn khuzayma tafsiirka la yaado durar al-mantur cabdiraxmaan suyuudi uu leeyahay uu soo naqlinayo iyo gayra dalika yacni alxamdulilah sida tafsiirka abu mascuud oo kale aad ku arki doontaan insha allah tabaaraka wa tacaala kusoo degtay adugu way kala gadiyaan sida kutubaha sayarka bacdigood ku qoran ninkaas ayaa loo badan yahay waxaa la leeyahay ninkaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidka ugu soo galay saas uu fiiriyey dhacayuu ka fiiriyey kolba hadduu istaaga wuu la istaagayaa hadba meeshuu maruu nabiga u raaciya salawatullahi wasalaamu calayh xaasirka markii dambe waxaa dhacday inuu nabigu yidhi maa tandurri maxaad iga fiirinaysaa aniga
awa ama sawu nabi ku yiri alayhi salatu wa salaam kaannaka tuhidu nadra ila ina nadarka iga dhaxdusinaysa ila yaay aniga xagayga ayaad mooda oo waxaad mooda yani eegmadaadu inay eegma tahay aad iyo aad adii fiirnaas wuxuu nabi ku alayhi salatu wa salaam markuu saan saxaabiga adkii ugu jawaabay ila wuxuu ya rasuulallahi inna hubuka wa akhafu alfiraq rasuulki ilaahi waan ku jecelahay waxaan ka baqaya firaaq oo yani alxamdulillahi runti ahaan maarasisha anbiyaada iyo muuminiintu way iskhilaafaysha marka qiyaama markii la gaado inaan ku waayo aan wehelkaagi waayaan ka yaabara markaasaa ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waman yudiic illaha wa rasuulaha fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiin wasidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa nabigu ugu bishaareeyey ummaddiisana ugu bishaareeyey yacni qofka hadduu nabigiisa jeclaada inaan laga xijaabaynin saxaabigaas ayaana curiyey hawsha oo saasay kusoo degtay nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh waay xagga sunnada haddaanu laabanno xadiidka ugu horeeya waxa weeyaan waa xadiid bukhaari iyo muslim ah laakiin haddaan soo qaadanno xadiidku adraaf badan buu leeyahay yacni haqadiyooyin badanna way kala jireen laakiin hal kelmad buu nabigu ku jawaabayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkaasi markaa wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray safwaan ayaa wuxuu leeyahay haajartu ila nabiya sida saxiixul muslimka ku dhacday saxiixul muslimka yacni saxiixul muslimka mudawalka ayaan uga jeednaa kan abil mundir uma jeedno saxiixul muslimka mudawalka ah ayaa waxaa ku dhacday nin inuu nabiga u yimi haajartu ila nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigaan usoo jirooday faqultu waxaan ihi yaa rasuul allahi inii axubuka rasuulka ilaahi waan ku jecla riwaayo kale waxay tilmaamaysaa yacni sabq lisaan haajartu ila nabiya faqultu waxaan ihi yaa rasuul allahi inaa wilnii yaddak ubaayucka rasuulka ilaahi ow gacantaada ii dhiib waan kula mubaayoconayaa fanaawalanii yaddahu gacantiisiibu nabigu ii dhiibay faqultu waxaan ihi yaa rasuul allahi inii axubuka waan ku jecelahay nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam anta maca man axbabta ciddaad jeclaataa lagu raacinayaa buu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam isla sidoo kale waxaa dhacday nebigu isagoo meel yacni kaswaa ka soo noqday ama usii baxayaba riwaayooyinka qaarkood say tilmaamayaan kii laga dhigaba waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam nin jalafa hore baadiya ayaa ka daba qaydi markaasaa sawdkiibu kor u qaaday saxaabadii waxay dhaheen sawdkaaga hoos nabiga uga dhiga calayhi salaatu wasalaam faajaabahu nabiyu naxwa sawtiha ama sawdkiisi oo kale unbuu nabigu ku ajiibay calayhi salaatu wasalaam oo sawd yacni dheer oo caali ah ayuu nabigu ninkaa ugu jawaabay wuxuu yaa rasuul allah kayfa birajulin yuxib ilqowm nin qowm jecel laakiin acmaashoodii oo kale iyo darajaadkoodii oo kale aan lahayn ka waran nebigu wuxuu yaa almaru maca man axaba buu ugu jawaabay sidoo kale waxaa dhacday anas bin maalik siduu warinayo maalin jamcaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo gadoomay yacni salaadii jumco ama sala leeyahay alxamdulilahi riwaayooyinka qaarkood say tilmaamayaan sida riwaayad dabraaniga ku dhacday yacni nabigu salawaatullahi wasalaamu calayh majlis salaad la-aan ayuuba ku sugnaabay leeyihi tii laga dhigaba ninkaasi wuxuu weydiiyey yaa rasuul allahi mata saaca rasuulka ilaahi oo saacadda qiyaama goor may dhici doontaa wuxuu nabigu ugu jawaabay maa cadadta laha maxaad u diyaarisay wuxuu yaa rasuul allahi maa cadadtu min kahiiri soomi walaa salaatin walaa sadaqa salaad badan iyo soom badan umaan diyaarinin he walaakin axubu allaha wa rasuulahu ilaahi rasuulkiisaan jeclahay wuxuu nabigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam anta maca man axbabta ciddaad jeclaatay ayaa lagula yacni alxamdulilahi maciyadiisa lagu siinayaayo ciddaas ayaad la jirtaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala qoomkaas ayaa markii ilaahay loor taagan yahay ilaahay ku raacinayaa buu nabigu yii calayhi salaatu wasalaam isla sidoo kale safwaan bin casaal waxaynu garanaynaa nebiga wuxuu weydiiyey bal hawaha iyo kalgacaylka ka waran hadduu qof qof jeclaado wixii nabigu calayhi salaatu wasalaam yuxsharu lmaraa bima qofkii yacni u jeclaaday ayaa lala soo xashirinayaa qofku buu yihi rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninka la yihahdo cuhmaan waxaa la yihahdaa mulaqab bixmaar sida uu bukhaarigu warinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam nin nabiga ka qosliya oo nabiga la dhaqma oo nabiguna jeclaa buu ahaa calayhi salaatu wasalaam markaasuu fa shariba sharaaban maalin maalmaha ka mid a khamruu cabay fa amara bijaldi xadiidkii bukhaariga iyo muslimkuba tilmaamayeen hal la garaaco oo hal la karbaasho buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa yacni hal karbaasho markaasaa fa amara bijaldihi markaa waa la garaacay nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiisii ayaa lagu jaldiyey oo yacni lagu karbaashay waxaa dhacday facaad haddana uu ku noqday nebigu haddana ha la jaldiyo saddex jeer ayaa markaa xadiidka bukhaariga ku sugan saxaabadii marka waxay dhaheen akhzaaka allah hooyinka qaarkoodna akhzaahu llahu allah hoojiyo muxuu nabiga u dhibaata gelinayaa kolba khamra u cabayaa kolba loo garaacayaa kolba loo jaldinayaa saas ayaduu saxaabadu yacni wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam dacuuhu fa wallahi maa calimtu ilaa innahu yuxib illah warasuula war ninkaa iska daaya ilaahay baan ku dhaartay ilaahay rasuulka inuu jecel yahay baan ogahay waa xadiidkii macruufka muslimiinta o dhan way wada garan
marka adiga waxa laga qaadanayaa xataa qofka duu mustawiisa hooseeyo oo qofka muslimka ama gabadha muslimka ama ninka muslimka oo yaani amal badan oo la lahayn asoo nabigiisa jecel yahay runtii ahaan wax weyn bay ka saacideysaa sida nabiga nabigu ugu dhaarnayo cali sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay ilaahay baan ku dhaartay ilaahay rasuulku jecel yahay iska daayo wiil nabigu cali sallallahu alayhi wasallam dacuu marka yaani waxaan la garanayaa acmaasha qofka ku dhex jirana inuu kaga sii horeeyo sidii ninku nabigu oran jiray sujuud ay ugu kaalmay salawaatullahi wasalaamu calayh waay waxaa ka mid ah adilada fii hada albaab ku sugan walaalayaal xadiidkii uu warinayay yacni ninka la yidhaahdo alimaamu lbayhaqi calayhi raxmatullah nuruddayn alhaythamina uu saxeexiyaanaya dabraanigana uu soo qaadaa shucbu liimaan ayuu bayhaqi ku warinayaa marka xadiidkaasi wuxuu adiibu awlaadikum bithalaath buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam awlaadiina waxaad ku tarabiyaysaan saddex xuba nabiyikum nabigiina inaad jeclaataan oo nabigiisa yacni nebigiina aad jeclaataan waxaa looga jeedaa xuba nabiyikum bay-ada muslimiinta ah dadka yacni dhallinyarada ah ee wax magaratada kusoo barbaariya buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waay wa xuba alqur'aani qur-aanka inay jeclaadaan na kusoo barbaariya xuba ahlabeyti waxaynu garanaynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kalgacaylkiisa isagoo ka hadlaya maalin maalmaha ka mid a allahuma akfir liikhwaanii xadiidkii bukhaariga muslimkaba ilaah walaalahay u dhaaf buu nabigu saddex jeer allahuma akfir liikhwaani awalasna ikhwaanaka annagu walaalaha miyaanaan ahayn rasuulka ilaahayow saxaabadii baa odhanaysa wuxuu nabigu leeyahay balamtum sayxaabi idinku asxaabtaydii baa tihin ikhwaanii lam yaatu min bacd walaalahay mayna imanin wayse iman doonaan lian yaraanii axaduhum axad yaa ka mid a inuu arka ayaa axabu ilayhi min nafsihi wa waladihi wa waalidihi wannaasi ajmaciin buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hal yaa ka mid a inuu arko ummaddayda aakhiru zamaanka iman doonta qaar ka mida yacni say ii jecel yihiin waa qolada uu nabigu leeyay ilaah u dhaaf buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa yacni dhacaysa inuu arko inuu naftiisa iga jeclaado awlaaddiisa iga jeclaado dadkao dhan iga jeclaado marka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu duceeyay ninka jecel nabigaa u ducaynaya allahuma akfir liikhwaani xadiidka u fiirso idan markaa waxaa la garanayaa rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kalgacaylkiisa aada ayuu dadka ugu boorin jiray xadiidkii waxaynu garanaynaa siirada ibnu isxaaq iyo keyrkiiba ay warinayeen oo cumar bin khadaab uu yacni alxamdu lilahi radi allahu tacaala canhu waana xadiis asal ahaantiisa markii la fiiriyo saxaaxu muslimka ayuu ku sugan yahay baabu anna maxabada rasuulillahi aktaru min alahli walawlaadi wannaas ajmaciin xadiidka yacni daraf ka mid a saxaaxu muslimka ayuu saa ugu sugan yahay oo axad idinka idin ka mid a ima rumayni ilaa oo naftiisi iyo maalkiisi iyo ehladiisi oo dhan uga jeclaado marka cumar bin khadaab baa wuxuu leeyahay waan kaa jeclahay wax walba laakiin naftayda rasuulka ilaahu kaama jeclaan karo uu ka aamusay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wakti dambe ayuu ilaahay qalbiga u waasici yeelay markaas wuxuu yidhi rasuulka ilaahay wallaahi waan kaa jeclahay xata nafsi latii bayna jambaya naftayda yacni labadayda dhinac ku jirtana waan kaa jeclahay wuxuu nabigu yidhi allaana tama iimaanuk hal haddaba iimaankaagu dhammaystiran yahay cumar bin khadaab ayuu nabigu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam waay shuuf marka waxaad garanaysaa yacni kalgacaylka nabigu waa shay weyn waxaad garanaysaa xadiidkii bukhaariga ku sugnaa ina uxudda yuxibuna wanaxnu nuxibu buurka wuxuu la yidhaahdo waa maa laa yacqil waa waxaan waxba garanaynin qofka muslimka ah banu aadanka karaamaysan ummadda nebi maxamed a waxa uu ka helaya iskadaa wuxuu leeyahy nabigu uxud baana jecel wanaxnu nuxibu annaguna waana jecelnahay buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ya waxaynu garanaynaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kalgacaylkiisaas asagoo yacni alxamdulilahi ka waramaya rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayhi inuu yidhi ninkii jeclaanaya kaana macya fi ljanna aniga jannada ayuu macayga ayuu noqonayaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadda walaalayaal waxaynu aada u ognahay oo yacni alxamdulilahi adiladu ay ku sugan tahay sunan iyo saxeexayn iyo yacni siyar iyo masaaniid iyo keyrkoodba ku boorinta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu boorinayo qofka muslimka inay aada u ballaadhan tahay laakiin insha allah mawduuca waxaan uga gudbayaa maxaa lagu garan karaa qofku inuu nabi maxamed jecel yahay calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu garan karaa baan leenahay ilaa yacni lix calaamo ayuu nabigu laftiisu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay waxaa ugu horeysa yacni luzuumu mutaabacatihi inuu qofku mutaabacadiisa laasimo siduu u dhaqan jiray nabigu yacni alxamdulillah intaasu habeenkii ka tukan jiray maalintii intaasu ka tukan jiray akhlaaqiyaadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofka muslimku inuu buuxiyo waa lagu garan karaa nabigiisa inuu jecel yahay salawaatullahi wasalaamu calayh maxaa yeelay nabigu wuxuu leeyahay laftiis laa yumin axadukum xataa takuuna hawaahu taabican limaa jiitu qof idinka idin ka mid a imaba rumaynin ilaa oo yacni hawadiisa oo dhan uu kaga saleeyo waxaan la imid buu nabigu leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa xadiis saxiix oo imaamu tirmidi warinaya calayh raxmatullah qaal ya cabdullahi bin cabaas markuu fasirayayo mutabyadu wujuuh wataswadu wujuuh ayuu wuxuu ku fasiray maalinta qiyaama wejiyada caddaan doona waa wejiyada sunnada nabi maxamed ilaaliya salawaatullahi wasalaamu calayh wejiyada madoobaan doonana waa wejiyada sunnada nabi maxamed ka tegaya oo yacni markaa ma suurtagelayso qofku inuu jeclaado nabigiisa
سنادي سينا وكتاجا صلوات الله وسلامه عليه تولوا قرن كرام الله نهاي ما هي راي وحين قرن ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني متابعه ام كفيرين جري مالتا قيامه وحا جره دد حوت كلا عايدينيو وانا يريا النبي قال لي وانا مركا مديدي ويان بالو ريا رسول بان كودايا ما غرانايسو دينتي بي بدلن بعديا با لو ريا رسول صلوات الله وسلامه عليه واي انك يعني الحمد لله الا لم تدري ما محدث بعدك ما غرانايسو waxay gadaasha keereen ba labiga loodanaya waay waxa kamid wax yar wala la yaa lagu garan qofkiinu nabiga sallallahu alayhi wasallam kasrati salati alayhi inu salli sabadiyo sheekh sheegi sabadiyo meel walba taagay inu nabiga maxamed hadal qado salawaatu rabbi wasallamu alayhi salli sabadiyo midar aha waxa kamid hadithka inu garanayno in awla naas bi yawm alqiyam akthar salatan alayhi wa nabiyyu lahi dadka yaani waxa igu dhaw igu xiga maalinta qiyaama boosaha midka igu salita badan waxa kamid nabiga alayhi salatu wasalam hadaan soo qaadana ninkii uu oriyay nabigu ilaahi baa wuxuu amray inaan labiyo kun kugu dulaaqriyo oo nabigu quraanka laga qaato waxaanu garanaynaa maalintii habeenkii nabigu ehelkiisa baraarujinayay ama de uu saxaabada baraarujinayay nabigu calayhi salaatu wasalaam Ubay ibn Ka'b ayaa nabiga yaani u tagay wuxuu yaa rasuulallaah inna akthara salaati alayk salligaagaan badinayaa fa kama jacalinteen ka dhigtaa maashii tabuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa doonto habeenka yaa calay laba meelood oo islaag meel ahaan habeenka laba meelood markii loo qaybiyo meel habeenka afar meelood markii loo qaybiyo yaani meel habeenka markii yaani saddex meelood loo qaybiyo laba meelood nabigu wuxuu u jawaabayay fa in zita fa wa khayru lak haddii ya saaka khayr badan bo nabigu sallallahu alayhi wa sallam waxa dhacday xadiidka saxiixa markii ugu dambeeyay inuu yiri saxaabigaas inna ajabu salaata alayka kullaha arugu salaata adiga aan kugu salinayo habeenka dhamaan bo adiga ka yeelanaya saliga wuxuu nabigu ugu jawaabay idan tukfa hamuka wa yaghfara dhanbak markaas ilaahay dambigaagi dhaafaya murugadaadi baa la tirtiraya marka qofku inuu saliga nabi maxamed badiyo waxaanu garan xadiidkii saxiixa ahaa saxiix buqari xarumada saxiix muslim ku sugnaa yaani qofku ha maradu nabiga ku saliyo ilaahayna inuu ku salinayo 10 jeer nabiga salaatu rabbi sallallahu alayhi wasallam idan marka waxa lagu garan qofku inuu nabiga jecel yahay goob walba lagu soo hadal qaado sida culimada muhaddisiinta ay markay magaciisa soo qaadan sallallahu alayhi wasallam sida buqari iyo muslim ka oo kale waxa la doonayaa inuu marka saligiisa nabiga badiyo oo uu yaani aqiideeyo او قلبك جليو صلي النبي محمد عبادات اله الا لوغ دواادو كو اوغو فضل بدن دي كوجيرت صلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وقيبت لباده لوغ غران يا قفكا يعني انو جعل يا النبي صلى الله عليه وسلم صدعات وحن ليلنahay وحا كميده وحيالها لوغ غران النبي انو جعل يا قفكو صلوات الله وسلامه عليه وعلى ليال محبته يعني الحمد لله اصحابي وعلى بيتي وكل من عاشره انو صحابتيسي على بيتكيسي ددكي النبي يعني انصار مهاجرين نوعي دوني هذا ندتكي نبي حرير كلها أما نصب كراء هذا أما وقت الله هذا ينسي صحابة سوكلا إنو جعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا قرنا يا قفكو إنو جعلي هاي رسول كيس محايا لي مثال هان هدا ضدك يعني نصب كراء حرير هذا سوق هذا النوع حسن يا حسين واحد جبتين نبي قمارين بخاري بصورنا كتاب ضبي والمرضى إنو نبي قيل عليه الصلاة والسلام فاضوين توسو قرأ يتم اللقاء وكيرا هل كم يتشوغا معنى حسن بكل كان نبي جيد صلوات الله وسلامه عليه ثم اللقاو ثم اللقاو مركه وايو شيختاي انتو كرو قاداي لبدوديبو وخي اللهم اني احبهما وايا فاحبهما اللهم اني احبهما فاحبهما واحد من يحبهما ابو النبي عليه الصلاه والسلام الى هو جعلهاي ادغونا جعلوا عيد جعلاتنا جعلوا ابو النبي عليه الصلاه والسلام عيد جعلاتنا الى هو جعلوا ولا اقبل يا مركه دعيس اذا مركه وخا لميد هدا بلاد المسلمين تو واحد اركيسا نينكله war nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam xasan iyo xuseen oo uu ahaa way jireen laakiin yaani alxamdulillaah maxaa taran taas waa su'aal khaldan maxay yelay waxaad garanaysaa nabigu wuxuu leeyahay quraanka iyo arabaydkan idin ka tagay xadiithi bukhari iyo muslimka marka aalu aqil waalu jaafar waalu ali waalu abbas aalu ali ba wasi daran oo si gooni ah nabigu ugu booriyo salaatu rabbi wa salaamu alayhi waay marka in la dayaca ma aha waxaad garanaysaa xadiithki yaani faadimata bintu muhammad maalintii nabiga ay la siraysanaysay way ayde halkii hore halkii dambana way qosashay maxaad qosashay baa leeyin nabiga ku yiri calayhi salaatu wa salaam aw ma taradini miyad raaliko ahareen in aan takuuni sayidati nisaa ahli aljanna dadka jannada galaya dumarka horey muuminiintii hore iyo yaani dumarka dambe jannada gali doona inta waa toodu daa haweenka jannada gali doona waxa hadithku idraaq buu sheegay inaad sayido u noqoto miyad nabiga calayhi salaatu wa salaam wiilkeedina saasoo kaloo ku yiri waa sayidu shabaab ahli aljanna buu rasuulku dadka ahli aljanna dhalinyarada ayu madax ka yahay rasuulku marka dadka aan la jeclaado umar macnaha maqsuudka uga dalleena waxa lagu garan karaa maxabbatu shariicati qofku inuu yaani shariicadiisa jeclaado oo waxa jirta abidar al-qafar inuu nabiga calayhi salaatu wa salaam saxaabadiisa waa weynaa aha
إنه عائشة ويمد مركها ساوي حيل رسولك يعني عائشة يوان جعلها سينو جعل هذا عليك بالقرآن قرآن كجعله وأخلاق دي النبي ومعجزة رسولك عليه الصلاة والسلام ساسة عائشة كوها نونس وعلو قرآن كان قفك مسلم كوينو جعل هذا النبي يسا محبة بلدانه بلادي سيينو جعل هذا وسيدي عمر بن الخطاب ورنجر اللهم رزقني الشهادة يعني الحمد لله والموت في بلد رسولك الشهادة في سبيلك حديث بخاري والموت في بلد رسولك وكمان دعون جري إلهم بلدك إن بلدك رسولك كوكير يوضن بل إله كسالنا يا أبو دعادي سعرن جري مركا واحد لقرنا يا يعني الحمد لله ويرد عضي وكان هذا مركي يعني لصوبه وقرأ يو معيد النبي قوه هلا عليه الصلاة والسلام وحكم ذا وحيالا ولا الله يالوه قرن بفكو إنو نبي سجع علي هاي يعني الحمد لله هي الزهد في الدنيا الدنيا إنو كزاهي ذو أونا جعلان الدنيا إله يكتس وحيالا كنزي سبنقي إسا إنو جعل هذا وواحد أرتي سيال وواحد إله يكتس كجر وكاكر صون هذا ما هي لو واحد نقرنا هنا نبي صلوات ربي وسلامه عليه إن بأوي من مركز حديث كاسي واحد ورنا يبعض أصحاب السورة وحديث أبا هريرة كم ذي يا رسول الله إني أحبك وأنك جعل هاي يا وأنك جعل مركز النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام انظر ما تقول وروح الله يسكفير ما راضي جعشها وأنك جعل هاي رسولك إلهي وصدح جربك علي مركز النبي يقول لي فاعل الفقر تجفاف وهل ديار قرودا فقري الدويو إن هذا يعني الحمد لله كم عاسن أدي أرجوه نبي الله عليه الصلاة والسلام مركا وبه الدويو ده كسب كده راع ده إن وذات كنبي محمد دين تيسي ستة أما نيكا تعل إنه يعني الدويو ده وهم قرتاعه وبه الدويو ده مر والبر الله واركه وكتجد إنه نتعلى بلود ليشان كرقف كنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه هذه لكن يعني الدويو ده واحد إلى يكتي سيال لو كهكر صناده وحوا كثرة هذه بنيه وما نبي يسمى حيا لو حن قرن النبي قد بغيا الوصول ويا عليه الصلاة والسلام حديث كابي أيوب الأنصاري عثمان وكان شنب قال رتب النبي قولي بجلال عبد الرحمن بن عوف وكان صدح مغل هذرا لكن إن والله والنبي هواهم إلهي يا نبي قم به هواها كل كا كالقعيل قلبي ولا وحكوا عمرنا كالقعيل كنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه والله يلا وحلو قرن كلام محمد الرسول وحكم ذا عليه الصلاة والسلام أو يعني نسوق هذا إنه محبته يعني الحمد لله أهان وضع يعني بغض الأعدائه تدك يعني النبي شرع عيسى كرم مرسن أما سجع عن حريرك يا محبة الله إن قلبي قد محبة وشرين أذن عدو محايا لو حين قرن كرنا نكي حديث بخاري كورنا عي جارية دي سي النبي عليه الصلاة والسلام أي نعميد ما أنا أيها الكاسو بالله أما توري وحلو يقان أيها قبطي مركاسو كاسو توري مركي الله ورمينا رسولك إلهي وحدي كاشي يسابه نبي قد ديك يديبه هدري عليه صلوات الله وسلامه عليه مركا قفك النبي جعل وين جعلتها قفك النبي قال نعبنا وين هذا روح كل قعيل أم وتشين النبي قال محمد عليه الصلاة والسلام وين هذا روح كل قعيل أصق أم وتشين لكن قفك أذكر كيسين النبي قال جعل يا صين وين جعلتها وحويان وحقول لقوق قرن كرين النبي قال جعل شيء سلامة الله وسلام عليه هذا ذي يقول نبض بعكم إذا النبي سلامة ربي وسلام عليه كل قعيل كسيارة لقوق قرن كرد يعني الشفقة بالأمة ومدي شيء رضي من الصوت جعلتها سيد حديث كبا هريرة معلم تي وجد يوم مشركان النبي قال يوحك شيء كتيبه أي هذا نبي قوي من نبي قوي حويري إلهي بريبو يهوية ذينو على الصهروني اللهم هد أم أبا هريرة أم أبا هريرة إلهي والصهروني بالنبي قوي عليه الصلاة والسلام مثل وقت قيبة مركو الله أبطيه هوية ذي وقبي سنة صبيها شنقر نودي من مغلي هل كاستاق بيتير توحيد كي كنا وقد انتهي صوبة حضي وقوي يسو النبي قوي نيوتي عليه الصلاة والسلام حكا قوي سه وحكوه يا رسولك إلهي وهوية ذي بأصوه إسلام إلهي بري أن يفدع الله أن يحب ري الله المؤمنين إلهي المؤمنين تجعلي سيئه أنا نجعل هذا هو يدينا أن مؤمنين تجعل هذا نجعل هذا حتى إن أضيق كجعل هذا هو أولاً كرأي صحابيه أحلى قرن يا نبي جيس عليه الصلاة والسلام تدك الدين تيس الستة مؤمنين تي هراء الدين تي إسلام قصو خدمية تعالى شهد وقيب كم إذا كالقعيل كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وي وحاول الله يركم إذا يعني الحمد لله يوحي لو قرن كرقفك مسلم كي النبي جيس عليه الصلاة والله والسلام عليه يعني يرهن تيهان إنه يعني قف يهي مر والبه أو قب والبوتشوغو قف يعني الحمد لله هي كهر مرسن ومقدم كواه يعني الحمد لله ذكر جيسة هي يعني الشيخ شيخ جيسة النبي عليه الصلاة والسلام عن صور روريو انتاسي غير كتب وحلو قران كرام الله إنه يقف كل نبي سجع عليه صلوات الله وسلامه عليه وإن فرب بضنتهي محاضرة أصنا إن شاء الله تعالى وضرف يرأو كتاب الني كالقعيل كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ما دامنا إن شاء الله وقته إيسا محينين إن شاء الله صاد يعني قيبة كلا عدكم مغلي دونتان وحي السؤال هذا يعني إن شاء الله تعالى وديار قروبي دوننا حقا محضرتنا انتها سي إن شاء الله تعالى إنه قوصه يعني قبل قبل بيسا
وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شقق سكرة. حسين وجسدي. هذا ما قلت له حتى لقيناه.